يلي صار من حاره صلحوا. يعني رجع ابو عصام يقوى. امي ماتت؟ يا ريت تجبر بخاطري وتبعث ابنك ظافر ياخذ اغراضه ويرمي على بنت اليمين. نحن ما نقبل معه. رح روح على عند منه ولا اخوه. باب الحاره. اجيت على الموت برجليك. يوميا 10 المساء خلال شهر رمضان المبارك على الـ LBCI والـ LDC.